يعطيكم العافية. يعطيك العافية دكتور. طيب خلينا نكمل هاي المحاضرة القسم الأخير منها. الآن هاي هذا القسم يتعلق في جزء مهم جدا من اللي هو الـ Documentation of Pharmaceutical Care by Clinical Pharmacist. إحنا بنسميه الـ Pharmacy Work Up أو Pharmacy Daily Work Out. تمام هذا بينقسم لثلاث اقسام رئيسيه اه طبعا الورك اوت ال هذا او الورك اب اوف دراج ثيرابي يعني بيكون سنترد اراوند ثري ثينجز داتا كولكشن تمام راح نحكي عنه الان طيب الـ Data Collection بنبلش فيه اللي هو Collect Synthesize Interrupt Relevant Information يعني يوم تيجي تأخذ هيستوري uh, من المريض بناخذ نعمل Collection للـ Patient Demographic Data زي الـ Age الجندر الـ, gender, الـ وفي عنا كمان الـ Other Medical Information of the patient تمام الـ Family History, Dietary History, Medical History, Physical Finding, Lab Result uh, الـ Patient Chief Complaint symptoms and signs هون طبعا بعد ما نخلص نعمل هاي الاشياء you have to develop or identify the core pharmacotherapy plan بعرف شو اذا اخذتوا هاي الاشياء في الثيرابي او في لاب الثيرابي او في الرعايه الصيدلانيه الكور عباره عن الكونديشن اور بيشنت نيد الاوتكم ديزايرد فور ذا كونديشن اوتكم الكونديشن اوتكم آوت اوتكم بعدين الـ R اللي هي Regimen selected to achieve that outcome و E اللي هي evaluation parameter to assess the outcome achieved تمام؟ بعدين you identify the prime pharmacotherapy problems يعني أول إشي أخذنا معلومات بعدين نعمل identifying the core pharmacotherapy plan شو هي الـ condition أو الـ patient need شو الـ chief complaint the outcome desired for that condition Regimen selected to achieve that outcome evaluation parameter to assess the outcome achievement الآلة برايم بتختلف هون قاعدين نحكي ايش الانترفنشن اللي عمل pharmaceutical based problem risk to the patient interaction mismatch between medication and condition or patient need و efficacy هاي تكنيكس احنا بنستخدمها عشان نتاكد انه pharmaceutical كير بلان اللي قاعدين نعملها صح تمام فاول شيء داتا كولكشن بعدين كور فارماكوثيرابي بلان بعدين البرايم فارماكوثيرابي بلان تمام فالجول في البرايم إس تو ايدنتيفاي اكشوال اور بوتنشال بروبلم ذات كود كومبرومايز ذا ديزيرد بيشنت اوت كم فارماسيوتيكال بيست بروبلم اللي هو الايدنتيفاي دراك ريليتد بروبلمز دراك بروبلم ريسك تو ذا بيشنت انتر اكشن ومس ماتش بين ميديكال كونديشن او البيشنت نيدز والافيكاسي تمام في عندنا الان النقطه الثالثه المهمه اللي هي ال Documentation of Pharmaceutical Care وفي عندي هون الفارم نوت وفي عندي Soap نوت طيب وانا هذول شوي لازم نركز فيهم اول شيء للامانه الاشياء اللي حكيتها عن الكور والبرايم الكور فارماكوثيرابي بلان والبرايم هذول بيجوا عليهم اسئله اسئله زي ايش؟ حتى بالكويز شو يعني البي في البرايم ايش هي الار ايش معناها تمام الان يوم نيجي نحكي عن دوكيومنتيشن اوف فارماسيوتيكال بلا... كير بلان المحاضره الجايه راح اعطيكم مثال كيس كيف تعمل دوكيومنتيشن فارماسيوتيكال كير بلان ومطلوب منكم 10 علامات برزنتيشن بهذا الموضوع تمام تاخذوا كيس من ماده الثرابي او انا بعطيكم كيس وتعمل فيها برزنتيشن بما يتناسب مع الدوكيومنتيشن اوف فارماسيوتيكال كير بلان تمام لانه الان زي ما بتعرفوا صار في 50 علامه على الايفالويشن ففي راح يكون 10 علامات على كيس برزنتيشن زي هيك فبعطي كل واحد خمس دقائق محاضره انه يعمل برزنتيشن في ما يتعلق بكيس معينه على ستايل الفارم والسوب نوت طبعا في سوب في سابو كمان ف خلينا نحكي شو يعني فارم وسوب نوت تمام يعني احنا اخذنا هيستوري استخدمنا الكور والبرايم الكور ساعدني في تجميع البيانات والتشيف كومبلينت والبرايم بيساعدني في الانترفنشن هيك تذكروا هيك يعني عشان ما تنسوها الان الفارم فارم الفارم بروجريس نوت او السوب بروجريس نوت هذول مستخدمين فور دوكيومنتيشن او فارماسيوتيكال كير تمام تو ديسكرايب اور document the انترفنشن needed or provided by the pharmacist يعني هذول بعد ايش مستخدمهم بعد الكور ولا بعد البرايم؟ بعد البرايم تمام يعني هذول ايش الستب في الدايلي ورك اوت للكلينيكال فارماسيست؟ تمام ففي documentation في عندنا ايش اسمه farm progress note description documentation of intervention intervention intended or provided by the pharmacist تمام ال -f يعني finding شو البيشنت patient finding يعني انا بدي اجي اكتب الفارماستيوتيكال كير تبعتي بدي اوصف هاي الفارماستيوتيكال كير الـ F Patient Specific Information Gives basis for recognition of pharmacotherapy problem or indication for pharmacist intervention A Assessment Pharm A Assessment The pharmacist evaluation of the finding Including a statement of any additional information needed to best assess the problem to make recommendation severity priority urgency of the problem short term long term goals كلها في الاسسمنت هاي your assessment as a pharmacist للكيس بعد ما عملت collection لل core pharmacotherapy plan والبرايم الان بدك تعمل documentation بهذا الاشي فحكينا الاف الاولى finding و A assessment طبعا short term goals وفي عندنا long term goals هذول نميز بينهم elimination of the symptoms على الاغلب شورت تيرم goals متى بتكون هاي لونج تيرم goals اذا كانت بروفيل اكسس في عندي كومبليكيشن يعني chronic symptoms بنعملها آه قاعدين احنا بريفنشن بس هي جنرال speaking elimination of the symptoms قاعدين نحكي اكثر على الاكيوت تيرم على الشورت تيرم جولز تمام lowering

شو يعني resolution؟ اللي هو العلاج، including طبعا prevention and treatment بنحكي هون. observing, reassessing, counseling or educating، تمام؟ uh, information لل prescriber, making recommendation لل prescriber, withholding medication or advising against the use of medicine. الأشياء اللي حكيناهم before, during, وافتر بريسكريبشن كلهم هو بينطبقوا في هاي في هاي الجزئيه تمام بعدين الام مونيتورنج يعني الفارم اف فايندنج اي ايش الاي اسسمنت تمام اف فايندنج اي اسسمنت ار ريزوليوشن ام مونيتورنج يعني فيش داعي تقرا عليهم انت بتعمل دوكيومنتيشن قاعد للبلان اف فايندنج شو الفايندنج لهذا المريض اي الاسسمنت شو الاسسمنت اللي انعملت ار ريزوليوشن شو انت عملت بما معناه؟ بريفنشن او تريتمنت ام مونيتورنج هل بنحتاج مونيتورنج ليش احنا مسميهم فارم نوت علشان تسهيل علشان ما تنسى اي شيء علشان يوم تكتب الفارماسيتيكال كير بلان تكون واضحه لاي واحد شاطر مش شاطر فهمان مش فهمان بتكون انت ماشي على شيء ستاندرد على ستيب بايز ابروتش وليش لازم تكتبها بهاي الطريقه علشان ما تنسى اي, اي, اي شيء يعني هي نوع من الريمايندنج لك علشان ما تنسى اي, اي شيء تمام فالمونيتورنج معروفه فيما يتعلق احنا طبعا نعمل مونيتورنج فيما يتعلق بالميديسن ريليتد تريتمنت اذا انت شايف انه في ديزيز مونيتورنج مثلا طبيب مش سهل عنها بهذا البريد بتراجعه فيها بس دائما الاكسبرتيز انت خليك فيها Your Expertise is Medication related treatment. خلينا نشوف الثوب نوت. الثوب نوت شو بتفرق عن الفارم؟ Subjective Objective Assessment Plan. Subjective Finding Objective Finding Assessment Plan. في شيء غريب. Subjective Objective ايش هاي بالفارم اسمها؟ يعني اذا بدنا نطبق هذا الاشي على الفارم ايش بنسميها سبجكتيف اوبجكتيف الفايندينج سبجكتيف فايندينج ما هي مكتوبه اوبجكتيف فايندينج الاي اسسمنت بالفارم صح <applause> <applause> الحمد لله رب العالمين مزبوط ولا لا دكتور يعني السوب, السوب 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 هي عباره عن طريقه مختلفه للتعامل مع حل الكيس ليش احنا بنفضل السوب او الساب اكثر من الفارم في علاج الكيس لانها مور سبيسيفيك تمام يعني انا مطلوب منكم حل الكيس بفضل انك تستخدم السوب او السوبا ايش هي الساب او السوب بنضيف عليها ايشي ونضيف عليها اي ثانيه طبعا. الان subjective S subjective أو objective. شو يعني subjective؟ فايندينج دكتور هلا بالنسبه لل subjective انا بشبهها زي الساين والسيمتوم انه subjective هي الشغلات اللي بيجي المريض بيحكي لك اياها انه والله انا عندي هيك 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 ال الشغلات اللي انت مثلا ممكن تقيس تشوف عند المريض ممكن اللي هي درجه حرارته مثلا او البرد بريشر عنده 100% شيء بتقدر تقيسه اي شيء اوبجكتيف يعني اشي بتقدر تقيسه تمام طيب الاي الاسسمنت بتفرق عن الاسسمنت اللي بالفارم ما بتفرق صح طيب البي بلان شو مقصود بالبلان هون يعني عشان تفهموا الفار من وين اجت والسوب من وين اجت <applause> الثيرابيوتيك بلان انكلودينج بريفنشن تريتمنت الريزوليوشن اللي هي البلان الثيرابيوتيك بلان اه احكي تمام دكتور زي ما حكيت كنت احكي لك انه البلان يعني بيقابلها المونيتورينج انه احنا بنعمل زي كير بلان بيقابلها الـ بيقابلها الريزوليوشن بريفنشن تريتمنت والمونيتورينج اللي احنا بنسميها ثيرابتك بلان صح؟ تمام زي ما حكيت بالضبط تمام يعني ان استخدمنا الفارم او السوب هي في النهايه بتؤدي لي إلى نفس الأوتكم. طيب. الآن يوم نيجي نحكي عن بعض المصطلحات زي البيشنت أسيسمنت، نحكي عن physical assessment، barriers to adherence، psychosocial issues. في كثير مرضى بسبب الـ hospitalization بصير في عندهم إيش؟ depression، بصير في عندهم problem. هاي البروبلم إنكلودينج مين؟ الريلاتيف او الناس اللي المسؤولين المسؤولين عنهم تمام فبصير في عندي سايكو سوشيال بروبلمز او ايشوز During عمليه Hospitalization في مرضى اصلا بيكون هوسبيتالايز عنده مشاكل تمام الان يوم نيجي نحكي على الادوكيشن والكونسلنج اللي هذول وين احنا بنستخدمهم بالفارم وين ولا بالسوب طبعا Assessment معروف ايه في الثنتين صح؟ يعني ايه في السوب او في الفارم هي معناها اسسمنت صح؟ اه دكتور تمام طيب الاديوكيشن ايش احنا بنسميها؟ الاديوكيشن الكونسلنج وينها بتكون؟ اما بالبي البلان بالسوب او بال

قاعد بحكي على البلان وعلى الريزوليوشن صح؟ وعلى المونيتورنج. البلان بقابل الريزوليوشن والمونيتورينج. طبعا قبل ما اكمل فيه راح انزل لكم بي دي اف فايل في مثال على على الفارم وعلى السوب. هاي غير الكيس اللي راح احنا نحكي عنها في المحاضره الجايه بس نخلص الكلينيكال راح نحكي لكم مثال عن الكيس اللي عشان نفرجيكم كيف الطريقه اللي راح نعمل فيها برزنتيشن تمام بس راح اعطيكم مثال انه how to construct the والفارم نوت هذا لكم اياه بي دي اف اليوم على الفايلز على التيم على المايكروسوفت تيم وعلى المودل تمام بيعطيكم مثال كيف تعملوا اسسمنت هو نوع من التاسك ويعني في مثال فبيسهل عليكم كثير عشان يوم نحكي المحاضره الجايه عن هذا الموضوع بما انه راح يكون في برزنتيشن يعني بيساعدنا كثير تمام طيب نكمل البيشنت سبيسيفيك فارماسيوتيكال بلان هاي كل المعلومات معيوده ريكوجنيشن بريفنشن مانجمنت اوف دراج انتراكشن تمام فارماكولوجيكال ثيرابيتكس انتربريتيشن اوف ذا لاب ريزلت كل هذا الشيء حكيناه في بدايه المحاضره بس احنا قاعدين نعمل تلخيص لهي الاشياء شو يعني هذا الكلام اللي احنا بنحكيه دراج تريتمنت بروتوكول وين هذا في البلان او في الريزوليوشن والمونيتورنج لانه أث... لانه جزء من البروتوكول انه في بعض الادويه تعمل لها بدك تاخذ ادويه ثانيه علشان الادفيرس دراج للادويه الموجوده في المنت... في ال... في الدراج وهكذا تمام دوز ادجستمنت بريسكريبشن اوثوريتي هاي كلها في البلان في الـ في ال... الفارم اللي هي الريزوليوشن والمونيتورينج تمام طيب حكينا من بداية هاي المادة عن الايمز اوف فارماسيوتيكال كير ملاحظين انه في اشياء كثير في محاضرة الكلينيكال فارماسيست مكررة الهدف من تكرارها علشان افرجيك انه الالتيميت جول لهي الاشياء كلها اجباري بتحتاجها في الكلينيكال فارماسي سبيشاليتي تمام الفارماسيست بيح... كلهم بيحتاجوا هاي الاشياء لكن كثير انت بتحتاجها في الكلينيكال فارماسي سبيشاليتيز تمام الايمز اوف فارماسيتيكال كير الايمز اوف ذا فارماسيتيكال كير هذا السلايد من اول ما نعطينا الماده واحنا بنعيد ونزيد بهاي المعلومه وبالاخير بنطلع من الماده بنسال سؤال ما بنعرفش او البعض ما بيعرفش ايش الايم اوف فارماسيتيكال كير؟ كوست افكتيف ايكونوميك دراك ثيرابي امبروف كواليتي اوف لايف افكتيف دراك ثيرابي اللي انكلودينج الكوست افكتيف دراك ثيرابي والسيف دراك ثيرابي شو بنقدر نضيف عليها؟ The simplicity of the pharmaceutical care زي ما حكينا ما بدي انا المريض اندد اب اكثر من 10 ادويه التارجت دائما تقلل عدد الادويه للمرضى بحيث يكونوا افكتف تمام طبعا هذا تاسك لكم فكروا فيه لحالكم يعني ومش مطلوب تعملوا فيه يعني اي شيء لكن like think of someone in your family or friend that has had something go wrong with their medicine caused an adverse or unwanted effect had medicine stopped when should have continued not work what happened could it happen could it have been avoided تمام الان قبل ما نحكي عن هاي, هاي الكيس سيناريو اللي زي نوع من المثال أه بهذا السؤال oh. think of someone in your family or your friend that has had something go wrong with their medicine طبق السوب والفارم طبق الداتا كولكشن طبق البرايم اكتب كيس انت تذكر اي واحد حكى معك باي شغله او سالك بشغله مهمه مثلا عنده كرونيك ديسيز. تمام اساله مره ثانيه اذا بتقدر تساله او تخيل انه انت ليش لازم شو ك... كنت لازم تعمل منه كداتا كولكشن ك كبرايم question تمام ككور قبل البرايم بعدين السوب والفارم شو بتقدر تعملها لو تعمل, تعمل اذا مش متذكر هذا في عندنا كيس سيناريو هاي الاشياء كلها اللي موجوده بتساعدنا يعني اذا مش متذكر هاي هاي في كيس سيناريو 44 year old lady with fever degree in sputum and cough no non previous medical history diagnosed with upper respiratory tract infection prescribed هاي الادويه شوفوا هاي الادويه هل احنا بدنا نعمل فيها انترفنشن شو الفارماسيوتيكال كير بروبلم شو الكومون مايكرو اورجانيزم فور ابر تراكت شو الهستوري اوف ازما الريسك فيرسز هاي كوشن كلها بتساعدك تكتب تعمل داتا كولكشن من المريض تعمل الكور تعمل البرايم بعدين نيجي من بندخل على السوب وعلى الفارم نوت بنكتبها وبنعمل دوكيومنتيشن للفارماسيوتيكال كير بلان بس تحتاج هاي الاسئله قبل ما تعمل السوب والفارم نوت بعد ما تعمل اسسمنت يعني دائما يعني يا دكتور شو معنى هذا الكلام معنى هذا الكلام انه احنا اخذنا بهاي الماده بوليسي وايز براكتس وايز بعدين يوم جينا حكينا على البراكتس وايز حكينا في ستيب وايز اسسمنت لاي كيس تمام بعدين حكينا على الكلينيكال سيتنج بعدين الان بنيجي بنحكي عن اشياء سبيسيفيك احنا بنحتاجها كثير في الكلينيكال فارماسي كان بي امندد لاي سيتنج ثانيه سواء كنا في الكوميونتي او في الهوسبيتال لكن محتاجه كثير في الكلينيكال فارماسي عشان هيك حكيناها في الكلينيكال فارماسي سيرفيس. ايش هي هاي الاشياء اللي هي احنا بتساعدنا في اثناء الداتا كل... في اثناء عمليه الداتا كولكشن من المريض البرايم والكور في حل ال... ال... الكيس كامله والديكومنتيشن لها الفارموسوب تمام الان نحكي عن جزئيه بسيطه بتعملنا انترودكشن لمحاضره اسمها الميديكيشن ايرور ليش احنا بنحكي عن هاي الجزئيه برضه بالكلينيكال فارماسي لانه الخطا في الكلينيكال فارماسي انت أدى بيت بيد سايد الكلينيكال فارماسيست بيعمل كلينيكال انترفينشن يو ار بيد سايد او بيشنت فارماسيست بيد سايد فارماسيست او بيشنت فارماسيست فالخطا هون بشكل عام بيكون اخطر من من الاخطاء اللي يعني وذ مور كلينيكال امبورتنس فبرضه نحب نحكي عنها أكثر في الكلينيكال فارماسي كانسر Cancer Boys Dies After Blunder over Injection هسة راح نحكي أمثلة Patient with Leukemia Received intrathecal vencress انستيد instead of intravenous Died beginning of February 14th such case over the last 16 years يعني 14 مرة هاي الشغلة تكررت وين الكلينيكال Clinical Pharmacist نحتاج يكون في هنا كلينيكال فارماسيست في ال في <applause> الكانسر بيشنت <applause> ولا ما بنحتاج هذا اكبر دليل انه بتحتاج وين الطبيب وين الممرض بهاي الحاله طيب 3 year old boy who had a convulsion post flu vaccine attended hospital to get checked out received nitrous oxide instead of oxygen شو هو النيتروس اوكسايد؟ وين احنا بنستخدمه في الاي سي يو بالانجينا نعم بالانجينا اه بس هذا بنحتاجه وما بنستخدمه احنا في اي سيب الانجينا يعني هذا بنستخدم على سي ليفل اوف كير تمام تمام بس مزبوط كلامك فالمريض اخذ اكسيدنت نيترو اوكسايد شو مشكلته اذا المريض اخذه ما بيحتاجه without monitoring يعني انت اعطيت معه اوكسايد على اساس انه هذا اسبرين اسف على اساس انه شو ممكن يعطيني مشاكل هاي بوتنشال ممكن اه بس ليش يعني هو ايش هو نايتروك اوكسايد موسع موسع بزنس في اه بس ليش؟ ليش هو توكسيك شو بيعمل لي بتعرفوا انه بيعمل نعم. في راديكال رضي صح نعم حكيت لهم بيعطيهم فري راديكال؟ بالضبط اكزاكتلي زي ما انت حكيت هو ممكن يعمل لي فري راديكال فيري توكسيك اف ذس نوت ديسكفرد ممكن يؤدي الى وفاه كانسر وفاه المريض لا لا اكيوتلي اكيوتلي لانه هذا بنعطى بريت الى يعني ال النايتروك اوكسايد تمام هذا كرونيكلي احنا ما بنعطي النايتروك اوكسيد كرونيكلي بس تفكيرك في محله ليش كانسر لان الفري راديكال ذا كرونيك آه يعني ادمنستريشن او ذا كرونيك خلينا نحكي بريسبيتيشن تعطي كانسر بس احنا بنحكي على الاكيوت تمام طيب في حالات ثانيه طبعا هون بيعطينا ديث فروم ميديسن دراسات هاي كيف انه تاثير الادويه فهل الادوية فعلا سيف؟ بعطيكم بس امثلة ونعتذر عن هاي الصور بس علشان تعرفوا قديش الاشياء يعني الاميدرون من اكثر الادوية يوم حكينا عنه في ال... يوم جبنا سيرة الوارفرين حكينا الاميدرون وشو الانتراكشن تاعه وهذا من اكثر الادوية ديرتي بس من اكثر الادوية افكتيف فالادوية بشكل عام بدها اكسبرت يتعامل معها بدها واحد بيعرف معلومات الاميدرون بيعمل انتراكشن مع كل الدنيا مع حاله بيعمل انتراكشن معروف من اكثر الادويه اللي ديرتي فوتو سنسيتيفيتي فروم اميدارون سيفير اكسترافازيشن اوف اميدارون إنفوجن. تمام هاي مثال عن نون ستيرويد الانديوز بيبتيك كويتر هايبوثايروديزم سكندري تو اميدارون بليدنج ديو تو هاي كلها اشياء بتحتاج وجود وجود فارماسيست او كلينيكال فارماسيست حد اكبر ريثيمي راش فروم بنسلين ما? necrotizing fasciitis secondary to infection at the site of intravenous injection بتعرفوا شو نيكروتايزنج فاسييتس مين بيعملها هي المحاضره بعرف انها خلصت بس اخر شيء بتعرفوا ايش هذا الكونديشن في الانفكشن هذا سيفير كونديشن النيكروتيزنج فاسييتس في عندنا تو مايكرو اورجانيزم اذا وجدوا هذول بيكونوا بيعملوا مشكله كبيره وهذول تو مايكرو اورجانيزم ريبورتد تو بي ريزيستنت تو موست انتي ومنهم واحدة احنا بنسميها ايتنج سكن مش راح احكي اسمها ايش اللي بصير؟ انه يوم تعطي سايت اوف انفكشن ما بتعمل الاسبتيك تكنيك فبصير في انفكشن ات سايت اوف ادمنستريشن او انجكشن تمام؟ طيب المحاضرة الجاية إن شاء الله بنكمل آه يمكن ظل 10 سلايدات ونعطيكم كيس برزنتيشن زي ما حكيت رح انزل اليوم آه فايل الان راح انزله على على الموديل وراح انزله على مايكروسوفت تيم بيساعدك في حل آه الكيسات هو زي انستراكشن في كيس وبيعطيك امثله كيف تتعامل مع هاي الكيس فطلع عليها علشان يوم نحكي على الكيس الجايه تكونوا تقريبا فاهمين آه ايش بنحكي قاعدين بنحكي عن السوب او الفارم نوت تمام دكتور بس عشان كل يوم الخميس تاع الممارسة اه حددت بعد مو كثير طيب انا حددت لكم ثلاث صح؟ كوميونتي فارماسي الكوز بالكوميونتي فارمسي في الام يو ار المحاضرة وفي البيبتيك السر Disease جايد لاينز تمام؟ بس الاي اف اقراوها لحالكم مش مطالبين فيها في الكوز بس مهم تكونوا تتعلموا على الاي اف الوارفارين ان اف اسف بس الكويز هو عباره عن الكوميونتي فارماسي المحاضره اللي شرحناها انكلودينج الكيسز اللي شرحناهم الثنتين مع البكتيك السر جايد لاينز اللي نزلتها بس مليح؟ <applause> <applause> لو ضلينا عندك احسن <تصفيق> ليش؟ <تصفيق> حسيت انه هيك راح يصير في كيسات كانه بالكويز لا لا ما فيش كيسات اللي اصلا الكيس اللي شرحتهم المش مش فارماسيست بيعرف حلهم ما مش شيء يعني انه على نمطهم بيجي؟ بالظبط هذا كويز مش امتحان كويز يعني سهل والكويز بيكون يا جماعه يوم الخميس باول اول يعني راح يكون باول نص ساعه من المحاضره فما حداش يعني راح يسكر بعد اول نص ساعه فما حداش يعني يتاخر اكثر من هيك اوكي تمام يعطيكم تمام. العافيه بنشوفكم الخميس ان شاء الله, الله. يعطيكم العافيه السلام عليكم الله يعافيك دكتور 那个。